السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. دائما كنقدم لكم شروحات بطريقة وبيداغوجية سهلة، كنقرب لكم الأبعاد وكنشرح لكم بطريقة سهلة وسلسة باش يفهموا التلاميذ والتلميذات. فما عليكم إلا تشتركوا في القناة، الاكتفاء بقى مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، وشارك القناة مع أكبر عدد من الأصدقاء ديالك. الوحدة الأولى الأسبوع الثاني زيارة مشهورة، زيارة مشهورة يعني مشهورة يعني معروفة في شي بلاصة مشهورة بزاف. مجال الحضارة المغربية، النص الوظيفي الثاني، ألاحظ أتوقع هنا في الصورة، ماذا تلاحظين لينا في الصورة؟ ألاحظ أسرة متكونة من الأب والأم والطفل والبنت، بنت و ورجل عجوز سي صا هكا عبر هكايا أين هم؟ لا معه وهما في أحد المدن من فاس مثلاً أحد المدن تاريخية عتيقة قديمة. وكاد كلمات خصكم تحفظوهم دائما، عتيقة حضارة مدينة عريقة قديمة معالم مآتر، مصطلحات خصو يكونوا عندكم صافي هادو كامل. إذا أقرأ النص كان باش تقراه وانتم تفهموا صافي، أنا هو المهم عندي. كان من عاداتنا أن نسهر ليالي الأحادي، كان دائما كنا كنسهروا، وأن نظل نائمين حتى طلوع الشمس، حتى كتطلع الشمس كنفيقوا، مابقاش في العطلة وكنا تنظن. لكن أبي أسرع هذا الأحد إلى إيقاظنا واحدا واحدا وقال، نوضنا واحد واحد وقالنا نوضوا، ها نقطتين عندما نقولوا ملي كنقولوا قال كنديروا نقطتين. إذا فتح مز زوجتين، هذا نعم. علامة ترقيم. هيا فصيلة، إننا ذاهبون يا مريم، إننا ذاهبون يا مريم، علامة تعجب سد الفصيلتين. إذا نحن غنمشيو لشي بلاصة، قفزت وأنا أتذكر، إذا مريم تبدأ تهضر هنا، قفزت وأنا أتذكر المنتزهات البعيدة التي اعتدنا ارتيادها، اللي كنا ارتيادها يعني ديما كنمشيو ليها. لكن أبي كان يعد لنا مفاجأة، كان يعد لنا مفاجأة أخرى، إنها زيارة لمدينة فاس، باش يديو مدينة فاس مزيانة هذه، التي لم تسعفنا ظروف السنة الماضية للذهاب إليها، كانوا عملوا كيمشيو ليها وما قدروش يمشيو. تحمس الجميع للفكرة وبادر لجمع ما يلزم، إذا تحمسوا وبغاو يمشيو. نكملوا ثانيا، ونحن في الطريق، دابا كانوا باغيين يمشيو، اذا كان باهم وجد لهم مفاجاه، هذه الفكره الاولى في الفكره في الفقره الاولانيه، وجد لهم مفاجاه لزياره مدينه فاس. هذه الفكره الثانيه ديال الفقره الثانيه، ونحن في الطريق الى عاصمه المغرب العلميه. عاصمه المغرب العلميه، علاش زعما عاصمه المغرب العلميه؟ هي عاصمه المغرب شكون هي؟ هي العاصمة ديال المغرب كنقولوا شنو هي؟ هي الرباط. الرباط هي عاصمة المغرب، ولكن عاصمة المغرب من أي ناحية؟ الناحية الإدارية. إذا عاصمة المغرب الإدارية هي الرباط، عاصمة المغرب العلمية هي فاس، ومثلا عاصمة المغرب الاقتصادية في الاقتصاد التجارة والبيع والشراء والاقتصاد شكون هي؟ اللي فيها البيع والشراء بزاف، شكون هي؟ الدار البيضاء. عاصمة اقتصادية، إذا ثلاث عواصم، العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، العاصمة الإدارية الرباط، العاصمة العلمية فاس، هذه كمعلومة. كنت أتخيلها دون أن تستقر أي صورة لها في ذهني، هي كانت كتخيلها في دماغها ولكن ما كانتش عارفة كيفاش دايرة. وما إن وصلنا إليها وبدأنا التجوال في أزقة مدينتها القديمة، بداو كيتجولوا في المدينة القديمة، حتى أحسست أن المكان يعود بي إلى ماض حافل بالمجد والعطاء. هذيك المآثر التاريخية القديمة تجي كتخليك تحس بأن كترجعك للور، كتقول شوف الحضارة كيفاش كانت في المغرب والمجد والعطاء. وأدركت أن فاس عريقة بمبانيها التاريخية وأسوارها الممتدة وأسواقها المتنوعة وحرفها التقليدية ومآذنها الشامخة ومياهها العذبة. هذه باش هي مدينة عريقة. بماذا هي عريقة؟ عريقة
بالمباني التاريخية والأسوار الممتدة والأسواق ديالها المتنوعة وحرفها التقليدية ديال الجلد كيخدموا داكشي ومآدينها الشامخة المأدنة ديال المآدين ديال المساجد والمياه العذبة. الفقرة الثالثة، ومن بين المآثر التي استهوتني فيها جامع هاد المآثر. شنو المآثر؟ هو واحد المعمار قديم بني التي استهوتني هي جامع القرويين. بالنسبة لجامع القرويين عرفوا أنه في فاس، الذي عرفت عنه الشيء الكثير. إذا باش فأثناء زيارتنا لهذه المعلمة التاريخية، ما كتسمى معلمة، معلمة يعني كتقدم العلم، معلمة تاريخية، التقينا برجل عجوز عارف بتاريخ المدينة، كيعرف التاريخ ديال المدينة وحضارتها. جاد علينا، باش جاد علينا يعني شنو هي جاد علينا؟ يعني منحنا او اعطانا او اكرمنا، يعني الجود كتسمى الجود والكرم والمن والعطاء والمنح، بمعلومات وشروح قيمة تؤكد لنا المكانة الرفيعة والقيمة التاريخية والعلمية لهذا الجامع، القيمة التاريخية والعلمية لهذا الجامع ديال القرويين. لقد كان منبع للحياة، كان منبع للحياة الثقافية، هنا ضروري نقولوا هذا، كان منبع للحياة الثقافية وقبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان. تصور أن أول جامعة مغربية هي جامعة القرويين، جامعة، أول جامعة في العالم جامعة القرويين، كيف يقروا فيها الطب، يقروا فيها الهندسة، يقروا فيها العلم والجبر وال... شي حاجة الهندسة والجبر والطب شي كامل، كانوا كيقروا الفلك، كانوا كيقروا في هذيك الجامعة. أول جامعة كيقروا الناس كيجيو من ألمانيا من هولندا من الصين من اليابان من فرنسا ويجيو يقروا في جامعة القرويين ديال فاس، وكيعطيو الشواهد عليها وكيعطيو لا ليسونس اللي الشهادة ديالها. وأنت تنتقل من صحن إلى آخر في هذا المسجد العتيق يغمرك الهدوء العميق، وتروقك الألوان، وتحفك الزخارف والمياه المتدفقة، وأعمدة المسجد وأرويقته الممتدة في طول على طول البصر، والقباب المزينة بالنقوش، داكشي كلشي واعر، والأقواس الشاهدة على العلاقة المتينة، أقواس الشاهدة على ماذا؟ العلاقة المتينة التي جمعت المغرب باش بالاندلس. المغرب، شكون هاد الاندلس؟ اندلس هي الدوله التي فتحها العرب مسلمون في اسبانيا اللي فوقنا، اسبانيا هي دوله الاندلس، كانوا فتحنا العرب تما، وفيها الجوامع، فيها المساجد والمآثر التاريخيه ديال المعمار المغربي، المعمار العربي، منهم الاقواس. اذا كانت علاقه، الناس كانوا كيتنقلوا ما بين المغرب الأندلس. ندير لكم الخريطة هنايا، ها المغرب، هذا هو المغرب أسيدي، ياك هنا الجزائر، هنا المغرب، هنايا هنا هنا البرتغال، وهنا إسبانيا، وهنا كاينة فرنسا الفوق، هاد إسبانيا. إذا العلاقة كانت قريبة وطيدة، كان ما بين طنجة والخزيرات، كان كيقطعو هنايا الجبل طارق، هنا كيقطعو، هنا هادي سميتها الأندلس، بلاد الأندلس، هنا بلاد المغرب، المغرب والأندلس، كذا علاقة تقارب، تقارب بيناتهم، كاين الناس كيقطعوا من هنا لهنا، تقريبا 14 كيلومتر، 14 كيلومتر، ممكن يعطلوا شوية، إيه لا بالباوا بالباطوات ديالهم كيقطعوا كيمشيو ويجيو، ساهل غير كيمشيو، هنا كاين تقارب جغرافي، تقارب الجغرافي، الجغرافيا زعما، جغرافيا متقاربين، ماشي بحال مثلا هنايا تمشي حتى لأمريكا، بزاف تقطع البحر، هنايا كان قريب بزاف هنايا، صافي؟ لقد كانت زيارة مشهودة التقت فيها شهادة المآثر بشهادة اللسان، التقت فيها شهادة المآثر. إذا هذاك المعلمة التاريخية، المعلمة هذاك المآثر التاريخية هي كتشهد لك، كتقول لك أنا راه قديمة، كتشوف أنت الشكل ديالها كتشهد لك، كتقول هي اللي كتكلم على نفسها، أنايا شحال دوزت وكانوا علماء ديال الدين وعلماء ديال الفلك وعلماء ديال الطب جاو لهنايا، وكنت كنقدم وشحال ديال الزوار جاو لهنايا، ها هي أنت ملي كتشوفها كتعرف هذا الشيء، كتعرف المعلومات عليها. إذا كتلتقي شهادة المآثر بشهادة اللسان، اللسان هو الرجل، هي الذاكرة الحية ديال الرجل
اللي كيكون دارس للتاريخ كيقول لك وهذه البلاصه راه شنو كان فيها وشنو كان فيها، وكيبقى يقول لك تعتبر مدينه فاس من المدن التاريخيه القديمه حيث تعتبر جامعه القرويين من اول جامعه في المغرب، حيث قدمت اول اجازه في الطب مثلا او في الهندسه كذا كذا كذا. بقيت لك معلومات هذه، هذا دارس للتاريخ يكون عنده معلومات. وانتابني فيها شعور بالفخر والاعتزاز بحضارة بلاد المغرب الغالي. الاعتزاز، شعرت مريم باش الاعتزاز والفخر بهذا المكان ديال الدولة المغربية اللي هي كما كانتش عارفاها، عارفاش الحضارة ديالها والثقافة ديالها كي دار في القديم. إذن ولم معجمي باش نزربو باش نبقاو نطولوش، حنا كنشرحو لكم ونحاولوا ما أمكن نسرعوا في الشرح. أقرأ الجملة وأصل الكلمات البارزة فيها بمعناها المناسب. هذه كلمة البارزة يعني الحمراء، كان أول قرأ هذوما، هاي قرأ لي هذوما الأولى، أنا ننصحك تقرأ هذوما الأولى. قديمة شنو فيها؟ كسرتي تنوين، عقل عليها الطريقة اللي نقول لك أنايا. مركزا فتحتين تنوين، وجهة فتحتين تنوين، غني ضمتي تنوين، ضمتين تنوين، صافي؟ هاد الكلمة تلاقاو نشوفو واش فتحتين تنوين، ضمتين تنوين، كسرتين تنوين. مثلا كان الجامع قبلة، قبلة هاد القبلة، قبلة قبلة، القبلة هي القبلة زعما، قبلة، قبلة هي اللوي باينة الويجة، حنا قلناها كاع. قبلة يقصدها طلاب العلم، إذا قبلة حتى الكلمة اللي نعوضوها بها خاصها تكون كيفاش دايرة؟ تكون فيها ضمتي التنوين ولا كسرتي التنوين ولا فتحتين التنوين؟ فتحتين ديال التنوين بحال اللي كاين هنا. إذا كان الجامع قبلة يقصدها طلاب العلم، نقولوا كان الجامع فينا اللي فيها فتحتين التنوين، فينا هذه وهذه. اذا نقولوا كان الجامع مركزا يقصدها طلاب العلم، او كان الجامع وجهة، اذا وجهة. سنوريكم طريقه الاسلوب، الطريقه كيفاش تتعاملوا. تاريخ المدينه حافل لون 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 ضمتي تنوين بالامجاد، حافل ماذا؟ قديمه او مركزا، هذه حيدناها. اذا غني، غني علاش فيها ضمتي تنوين تاعي بحالها؟ اذا حافل هي غني. ارتبط اسم فاس باسم جامعات عريقة كسرتي التنوين، عريقة إذا نقطة قديمة، إذا انت هي فيها كسرتي التنوين، صافي. أكمل عائلة كلمة جامع، جامع 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 شنو قلتي لي؟ جا جامع إيه اللي كيقراو فيها دابا شنو هي الجا؟ جامعة 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 جوا جامع جوامع 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 ها جمع جمع جماعة 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 أو جماعات، جماعة من الفقهاء، جماعات أو جماعة من الفقهاء أو جماعات من الفقهاء مثلا والناس ديال الشريعة ديال الإسلام. ثالثا أحدد معنى الكلمات الآتية بحسب سياقها في النص. مثلا جاد، جاد كما جات في النص، هذاك الرجل جاد علينا بمعلومات، جاد علينا بمعلومات أي جاد أي منع، منع منحنا واحد المعلومات. جاد مناح، مناح أعطى، أعطانا معلومات. جاد منح أعطى. تحفه، تحف هي كتحفك، تحفك الملائكة، قالك تحفك الملائكة، هذا كل شيء مكان مجموع فيه الناس اللي كيدرسوا الدين وكيقراوا القرآن وشي حاجة، تحفهم الملائكة، كدور بهم الملائكة. إذا توحي تحيط، تحيط كتحيط بكم. أنا بعد ما تحيط تقرا تحيط، تحيط تحف، تحف الفقهاء وقراء القرآن الملائكة، تحيط قراء القرآن الملائكة، إذا تحيط. المتينة، المتينة شنو هو؟ متينة، 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 علاقة متينة، علاقة قاصحة، قوي، قاصحة، قوي، قوية، 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 بحال اليد بغيتي تجر ما كتقدرش تجر، علاقة قوية، متينة، شوف متينة، جر جر والو لا، متينة، قوية. شوف الصفحة 25 أفهموا، ديما نحط لكم الصفحه باش تبان لكم مزيان، كلشي يبان لكم مزيان. اطرحوا على زملائي وزميلاتي سؤالا على مضمون النص، مضمون ديال النص اطرحوا هذا السؤال باش السؤال باش نفهموا. مثلا نقول السؤال شنو هو؟ ها انت شوف السؤال معايا مزيان، ها هو السؤال الاول والكلام الاحمر.
أين سافرت الأسرة؟ ما هي المآثر التي زارتها الأسرة في مدينة فاس؟ هذا سؤال، هذا سؤال مثلا، تقول أصدق الصديق ديالك ولا الصديقة ديالك جالسة حدا، تقول لها أين سافرت الأسرة؟ تقول سافرت الأسرة إلى مدينة فاس العلمية. العلمية. ما هي المآثر التي زارتها الأسرة في مدينة فاس؟ زارت، تقول لي زارت جامع القرويين، حيث الذي يوجد في المدينة القديمة، الذي يوجد في المدينة القديمة. صافي بارك هكا، إذا نقولوا إذا الجواب شنو هو؟ سافرت الأسرة إلى مدينة فاس، نساش طالبة، إلى مدينة فاس العلم العلمية. إذا فاس عرفنا مدينة علمية، وزارت المدينة القديمة، حيث يوجد جامع القرويين. بارك عليك. صافي. إذا خامسا، أقرأ النص وأتوقف عند بعض الصفات المعمارية لجامع القرويين وأذكرها. جامع القرويين الصفات ديالو فين جاو؟ أهو مسجد جاو كده، أنا ندير لكم بالخضر الصفات. أهو المسجد، هذا المسجد العتيق ديالاش، وأنت تتنقل بين صحن إلى آخر. جامع القرويين هنا، لا جامع القرويين. يغمرك الهدوء العميق، ترقك الألوان، تحاف الزخارف والمياه المتدفقة، وأعمدة المساجد والوقت الممتدة على طول البصري، والقباب المزينة بالنقوش والأقواس الشاهدة على العلاقة المتينة بين المغرب والأندلس. وما هذا؟ هذوك تنقلهم فين؟ هذوك هما الصفات، الصفات المعمارية، معمارية، المعمارية داكشي ديال البناية. إذا نقولوا الصفات المعمارية لجامع القرويين هي الهدوء العميق، الألوان، الزخارف، الأعمدة، الأروقة الممتدة على طول البصر، القباب المزينة بالنقوش، الأقواس الشاهدة على غلاف على علاقة المغرب بالأندلس. الأندلس. صافي نمشيو خامسا، أقرأ النص وأسبق درناها. سادسا، أختار من المقترحات الآتية ما يفسر سبب تعرف البنت عرقة مدينة فاس. تشعر فاس زائريها بالهدوء والطمأنينة، إذن هي شعرت بالطمأنينة والهدوء. شفناها، إذن صائب. يعود للماضي ها هي، ندير باش نقول اخرى باش تبان. ها هي، يغمرك الهدوء العميق. ها اذا كاين الهدوء، نعم ها هي الهدوء العميق. اذا نقولوا تشعر فاس زائريها بالهدوء والطمأنينة. إذا توجد بفاس أزقة ضيقة، هنا ما ذكرتش إلى الخاطئ، ما ذكرتش. لقاء مريم بالرجل العجوز، إذا لا التقوا بالرجل العجوز. هيا التقى، هيا التقينا برجل عجوز عارف بتاريخ المدينة وحضارتها. الشيء اللي عندنا كنديرو حنايا، ما كنديروش حاجة ماشي ما كايناش. إذا صائب، صائب. إذا أحلل، أذكر أدوار جامع القرويين. شنو الدور ديال الجامع القرويين؟ الدور ديالو هو هما الادوار ديالو هما اللي درناهم بهذا اللون هذا، انه هو منبع للحياه. نعم، منبع للحياه، منبع للحياه الثقافيه باش تثقف انت وتوعى مزيان، راه منبع للحياه الثقافيه. وقبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان. إذا هي علمية وثقافية. نعم. إذا هذا هو أدوار ديالها. إذا نقولوا في سابعا هي، إذا أدوار جامع القرويين، منبع للحياة الثقافية، قبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان. سهلة مهلة، صافي؟ منبع للحياة الثقافية كما مكتوبة في النص، وقبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان. ثامنا، أعيد قراءة كل فقرة من فقرات النص وأحدد فكرتها الأساسية. فقرات تقراهم وتحدد كل فقرة وتحدد لها الفكرة الأساسية ديالها. درتها لكم وشرحتها لكم هي. إذا أول الفقرة الأولانية شنو هي؟ إعداد الأب لمفاجأة الأسرة بزيارة مدينة فاس. قالوا غنمشيو نزورو مدينة فاس. سهلة. إعداد الأب مفاجأة للأسرة ديالو بزيارة مدينة فاس. ثانية، وصول الأسرة إلى فاس وإدراك الطفلة مريم لعراقة مدينة فاس.
وصول الأسرة إلى مدينة فاس والإدراك ديال الطفلة مريم أدركت أن العراقة ديال المدينة اللي عرقت هذه المدينة القديمة. الفقرة الثالثة الفكرة الأساسية ديالها هي تعرف الطفلة على مكانة ودور جامع القرويين، المكانة ديالو الحضارية، المكانة التاريخية، المكانة العلمية، المكانة العلمية والتاريخية لهذا جامع القرويين وقيمته التاريخية والعلمية. تعرف الطفلة على مكانة ودور جامع القرويين وقيمته التاريخية والعلمية. الفقرة الرابعة كانت هي الصفات المعمارية لجميع القرويين، داروا الوصف ديالهم، الصفات المعمارية كيفاش قلنا الأقباب كيفاش دايرة، الأسوار كيفاش دايرة، الأعمدة كيفاش دايرة، صافي؟ النقوش والألوان كيفاش دايرة. الفكرة الأساسية للفقرة الأخيرة هي شعور الطفلة بالفخر والاعتزاز، تشعر بالفخر والاعتزاز بحضارة مدن بلدنا المغرب. إذا كلشي واضح وباين كنظن. لكن شي حاجه حبسوا الفيديو باش تكتبوا داكشي على خاطركم. اذا نمشيو نشوفوا وحولوا الفقره الرابعه الى خطه بكتابه كلمه تصف بعض مكونات جميع القرويين. جميع القرويين الزخارف، الزخارف فين هي الزخارف؟ وتحفك الزخارف، تحفك. اذا نقولوا الزخارف ما هي؟ كيفاش دايره؟ تحو قولي لي الزخارف تحف هنا قال لك سيدي بعض مكونات جميع القرويين بخطة تصير كلمة تصف صح الزخارف هي تحفك إذا الزخارف كي دايره؟ غتكون تحفك إذا الزخارف ملونة مثلا ملونة ملونة ألوان وتحفك الزخارف وترقك الألوان وتحفك الزخارف إذا ملونة الزخارف ملونة والأروقة كي دايرة الأروقة أروقة كيفاش دايرة الأروقة ممتدة إذا نقولوا ممتدة أروقة ممتدة القباب كي دايرة القباب القباب المزينة بالنقوش إذا كي دايرة مزينة مزينة بالنقوش مزينة بالنقوش اسمحوا لي ربي ما يتهلكمش هيا إذا الزخارف ملونة الأروقة ممتدة القباب مزينة كتبتها مزينة لو بغيتي ولا كتبغي تكتبها كتكملها بالنقوش وركبوا وقوموا ولخصوا النص باستثمار أفكاره الأساسية ولخصوا النص باستثمار أفكاره الأساسية إذا النص أنا قلت لكم الملخص ديالو هذا هو التلخيص وهذا الملخص ديالو وهذا يتحدث كيبان لكم مزيان ها يتحدث النص عن زيارة هو هذا هو هنا تلنا يتحدث النص عن زيارة مريم رفقة أسرتها لمدينة فاس وتعرفها على عراقة هذه المدينة العلمية من خلال تجولها في بعض مآثرها التاريخية ومن خلال المعلومات التي قدمها لها الرجل العجوز ومن بينهم جامع القرويين معالم تاريخية مثلا جامع القرويين وهو ما جعلها تعتز وتفتخر بحضارة بلادنا المغرب الغالي حبسها وكتبها على خاطرك دن اختاروا من النص عبارة او فكرة اعجبت بها مثلا ونقولها النص اللي واشعر واشرح السر ديالو اذا نقولوا شنو هو هو انا مثلا عجبتني واحد الفكره شنو هي هي هذه العباره التي اعجبتني هي التقت فيها شهادة المآثر بشهادة اللسان علاش لانها عبارة جامعة كتجمع بين ماذا بين المعمار التاريخي
معمار تاريخي العريق والذاكرة الحية للحق الحية للرجل العجوز. إذن يبقى 12 في المنزل أكتب بأسلوبي الخاص ما تعلمته في هذا النص لأضيفه في مشروعي. هذا كيبقى ديكم. ثم إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.